هنا مطار بغداد الدولي ومدرجه الخاص. في هذا المدرج يتم هبوط الطائرات التي تحمل لقاحات كورونا من خلال الدول المصدرة لهذه اللقاحات، ومن خلال طائرات خاصة يتم نقلها إلى شاحنات خاصة أيضا. تصل هذه الطائرات تباعا إلى مطار بغداد من خلال طائرات مبردة ومجهزة لعملية النقل حول العالم، حيث يستقبل العراق بين فترة وأخرى وجبات من اللقاحات، بينها منح من الدول المصنعة أو عن طريق الاستيراد. بهذه السيارات المبردة والمجهزة خصيصاً يتم نقل لقاحات كورونا من مطار بغداد إلى المستشفيات الخاصة ومن ثم إلى المراكز التلقيحية، حيث يتم نقلها بين بغداد والمحافظات مع المحافظة على الوصول إلى مناطق التخزين بأقصى سرعة ممكنة، وبتنسيق يضمن عدم تعرض تلك اللقاحات إلى درجات الحرارة العالية. إلى هنا تصل اللقاحات مباشرة إلى المستشفيات، يتم حفظها في غرف خاصة وبدرجات حرارة معينة. أيضا توجد برادات بدرجات حرارة خاصة تضبط بحسب نوع اللقاح الذي يتحمل تلك الدرجة، حيث تحتوي هذه الغرف على مقاييس لضبط الحرارة في داخل الغرفة وفي داخل البراد، يضاف إليها تسجيل على مدار الوقت لما تقرأه المقاييس، مع المحافظة على عملية نقل اللقاحات إلى منافذ التلقيح بعيدا عن المستشفيات من خلال صناديق مجهزة خصيصا لهذا الغرض، ومن ثم إلى صناديق أكبر لترحل إلى الأماكن المخصصة للتلقيح. وهنالك يحافظ على درجات الحرارة مع الحرص على استمرار التيار الكهربائي من خلال توفير بدائل للطاقة الوطنية، لتصل إلى ذراع المواطن وفق درجات الحرارة المضبوطة التي تسمح للقاح بالحفاظ على فائدته وعدم تضرره رغم ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. من المطار إلى الذراع، هنا المحطة الأخيرة التي يصل إليها لقاح كورونا. جرعتان تسريان في الإنسان لعلهما يقللان قليلا من وطأة المرض. من بغداد علي أسد الرشيد.